هحاول ان انا اديكوا فرصه كتير لانكم تبراكتسوا كده او كده، الواجب هيبقى فيه براكتسنج كتير. ماشي طيب، خليني اشير ماي سكرين as a start to show you الويب سايتس اللي احنا we will be using. Can you see my screen? شايفينها. Okay, perfect. حلو جدا. طيب في حد قال حاجة؟ لا. اوكي ماشي. طيب اول حاجه ده هيبقى التو ويب سايتس اللي احنا هنستخدمهم. اول واحد اسمه easykorean.kr، وده هيبقى الميتافيرس. الميتافيرس more like a game, virtual games، ممكن تلعبوها لوحدكم وممكن مع ناس من زمايلكم. هنا هتلاقوا الحاجات اللي احنا هنبقى mainly بنشتغل منها او الكلاسز. for now since ان احنا لسه في الفور فري period او الشهر الفري، فانتوا هتلاقوا الليكتشرز اللي احنا انتوا محتاجينها هنا زي ما انتوا شايفين: third class Korean, lesson 1 Korean constants and vowels. فهو ده هيبقى الاساسي بتاعنا. لما تفتحوه ايا يكن الكلاس اللي هيفتحوه، هيفتح معاكم بيج زي دي هتلاقوا فيها جيمز، وهي اسبيرال جيمز دي هو ده اللي هنبدأ بيه. تمام. طيب خلوني، وطبعا هنبقى نبعت لكم الويب سايتس دي after the class علشان تقدروا ان انتوا يعني تلعبوا الجيمز دي وتسجلوا الواجبات بتاعتكم، وحتى لو عايزين تبراكتسوا لوحدكم او مع بعض يبقى عندكم الاوبشن ده. تمام. خلينا الاول نبدا بالحروف. هنبدأ بالكونستانس فاولز، سوري الكونستانس، الحروف الكونستانس which is هم 14 حرف. كل حرف منهم ليه نطق. في بعض الحروف هتلاقوها تاخدوها قدام شوية، بس خلينا في أسهل الحروف دلوقتي. هنحاول على قد ما نقدر النهاردة ناخد مثلا أراوند 5 من الحروف الساكنة وواحد أو 2 من الحروف المتحركة، عشان المتحرك هيعمل لكم a little bit of an issue I know إن أنتوا as a first class. فقبل ما أبدأ، في أي حاجة من اللي أنا قلتها مش مفهومة أو عايزين تسألوا عليها؟ لا فاهمين. أوكي بيرفكت. طيب أنتوا أوقات أستاذ آلاء الإنجليش شوية نقلله عشان إحنا في الإنجليش مش قوي، في كتير مننا في الإنجليش مش قوي. بصي، هو أي حاجة أنا بقولها بالإنجليش والله برجع أترجمها تاني بالعربي، فلو لقيتيني قلت ده تاني بالعربي. أوكي شكرا. ماشي العفو. طيب جماعة، ممكن يعني في حد كان موبايله دلوقتي تقريبا حد بيتصل بيه فالفايبريشن كان عالي قوي، فبليز ميوت يور مايك if you're not gonna speak. بعد إذنكم اقفلوا المايكات لو مش هتتكلموا. طيب تعالوا نبصوا كده على أول جيم عندنا. كله ستيل شايف يعني كله لسه شايف السكرين بتاعتي وقدامكم الجيم فتحت صح؟ فاهمة. تمام. ده أول جيم بالنسبة لنا هيبقى فيها الألفابت. دي زي كويزز، تقدروا تغيروا من هنا الكويز اللي انتوا عايزينه أو تغيروا اللعبة اللي انتوا عايزين تلعبوها. الواجب هيبقى mainly على الحاجات دي، واللي عايز يبدأ يعني يتمرن فيها او يعمل واجب مره واثنين وثلاثه ده اللي هيحصل. الواجب هيتعمل ازاي؟ ممكن يتعمل من الموبايل او من اللابتوب، ان انتوا هتسجلوا نفسكم وانتوا بتقولوا وبتقروا الكلام ده. فور اكزامبل خلينا نبدا كده مع بعض الجيم دي. كله سامع الصوت ولا الصوت واطي شويه؟ بيرفكت. طيب اهو ادوس عليه تاني. هو اي الصوت؟ سوري الصوت واطي شوية. طيب ثواني احاول اعليه من عندي. احاول اعلي الصوت من عندي ثانية واحدة كده احسن. بيرفكت. تمام. ده مثلا اول حرف عندنا النطق بتاعه من الحروف الساكنة. اول النطق بتاعه ايه؟ كيوك كيوك كيوك. تمام. ده اسم الحرف، يعني ده الاسم بتاع الحرف ده كيوك. الحرف ده بيساوي ايه في اللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية؟ حرف الكي أو الكاف. أوقات بيستخدموه as G، بس هو أساسي، هتلاقوه في معظم الكلمات اللي بتتقال as K، فهو حتى نطقه كيوك أو اسمه كيوك. طيب deny for now. تمام. طيب شكله هو الشكل ده، هو بيتكتب حرفيا كده. حاضر هستوب ريكوردينج. حاضر. تمام. فاستنوا احاول اكتب لكم هنا. هو الحرف طريقة كتابته لما بيبقى لوحده كده، أو لو جاي في الكلمة من تحت، أو بيتكتب بكذا. يعني هو ليه طريقتين، يا إما يتكتب بالشكل ده يا إما بيتكتب كده، بس ده الأساسي بتاعه. فده أول حرف معانا، اسم الحرف كيوك وبيتكتب بالشكل ده. طبعا في الأول مش هيبقى الكتابة بالنسبة لكم مظبوطة، بس مع الوقت هتتظبط معاكم. تمام. لو عايزين تبراكتسوا ازاي تكتبوا الحرف ويطلع معاكم مظبوط، ممكن تجيبوا الكشكول بتاع المربعات اللي هو بتاع زمان ده، بتاع رابعه ابتدائي، المربعات الواسعه بتاعتنا دي، وتكتبوا ان الحرف ما يخرجش بره المربع ده شويه، وهتتعودوا ان الخط يصغر شويه بحيث انكم تكتبوا حرفين جوه المربع الواحد. تمام. اوكي، حلو جدا. طيب تعالوا ننطق. قولي لي حضرتك، قلتي كيوك ده بيساوي ايه بالعربي او بالانجلش؟ بيساوي حرف الكي او الكاف، وده اسم الحرف زي الكاف عندنا بالعربي. كيوك اسم الحرف. طب هي حضرتك كنت قلتي ان في طريقة كتابة الحرف بشكلين، الشكل الاول ده الشكل التاني اللي هو موجود جنبيها على طول بيبقى كده، اللي هو الشكل ده. ده بيتكتب امتى وده بيتكتب امتى هقول لكم، بس لما ناخد حروف المتحركه. حضرتك يا فندم مكتوب فوق كل حرف اي وبي. ده ده از جيم، يعني خلونا كده نجرب مع بعض. اسمعوا الحرف تاني يا ترى. كيوك. من نطق الحرف او من السمع اللي انتوا سامعينه هنختار ايه ولا بي؟ بي. 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 فهيجي يقول لك صح. هي الفكره في انها الجيم، مش ان انا بقول لك يعني مش بقول لك ان هي معناها ايه وبي، هو انت بتسمع وبتختار من ايه ومن بي. طب اريد ان اعرف ازاي اصلا هي كلها بالكل وانا ما اعرفش اصلا الكل؟ يعني ما هو عشان كده احنا اوكي، ما هو عشان كده انا معاك دلوقتي. انا فاهمه قصدك، ما عشان كده انا مشيره الجيم دي وبنبدا نفكر بيها. هكتب لكم كل حرف، هنمشي مع بعض ستيب باي ستيب، وهنطق الحرف مره واثنين وثلاثه قدامكم. وهم حاليا انا عايزاكم بس تعرفوا سمعان، يعني ده اسم الحرف انت مش هتحتاجه قدام، زي الف ب ت س. هل انت عارف؟ يعني انت لما بتيجي بتقول الف وتقول اسم بتقول احمد، مش بتقول ألف ح ميم د. أنت فاهم قصدي؟ فاهمين قصدي يا جماعة؟ طب ممكن سؤال؟ هو المفروض دلوقتي لما أنا مثلا ده الحرف لما أنا بكتبه بكتب الجملة على بعضها ولا بكتب الحرف لوحده؟ لا لا لا، بتكتبي شكل الحرف بس. يعني أنت عشان تكتبي كلمة بتحتاجي، زي ما قلت لكم يا جماعة، بنحتاج حرف متحرك وحرف ساكن على الأقل عشان يطلع ساوند في الكوري. تمام. فانا مثلا فور اكزامبل عشان اقول اعتقد كلمه نبقى كلنا عارفينها او معظم الناس عارفاها اللي بتتفرج على دراما واغاني، كلمه نابي. نابي فراشه. تمام. دي الناس كلها عارفاها. نابي عشان تتكتب مش هكتب نيام او نيان بعديها اكمل بعديها كده، لا انا بكتب نا. ثواني، نا سوري يا جماعة، أنا مش هتعود على الكتابة هنا خالص. ممكن أكتبها لكم هنا أحسن. تعالوا نشوف هنا أهو. 나, بي. فهي انا دلوقتي بعرفكم اسامي الحروف ايه هي، لان دي حاجه اساسيه جدا عند الكوريين وعند السونسنيم هنري، ان انتوا تبقوا عارفين اسم الحرف ايه، علشان قدام هيجي لكم شويه كونفيوجن في نطق بعض الحروف، فلازم تبقوا عارفين لو السونسنيم فور اكزامبل قدام ان شاء الله ان ذا فيوتشر لما تكملوا مع الليفلات الاعلى يجوا يقول لكم مثلا نابي، فحد فيكم يقول نعمي، فيقولوا له، فهو ممكن يكون سامع الصوت غلط او سمع الحرف غلط، فيقولوا طب ده حرف ايه، فتعرفوا تردوا عليه باسم الحرف ايه هو. تمام، فدي حاليا اسامي الحروف في الكوري ونطقها. حد عنده اي سؤال قبل ما نخش على الحرف اللي بعديه مثلا ونرجع نلعب الجيم تاني؟ لا تمام. لا اعاده تاني للصوت، اعاده تاني للصوت بتاع الحرف. هرجع لك، مفيش مشكلة، هنسمعه مرة تانية أكيد. تعالوا مرة تانية أهو، عايزين نرجع نرسم على الصوت قبل ما نجاوب مرة تانية، هتروحوا وترجعوا من هنا. اقفلوا بقى المايك عشان كله يسمع الصوت بليز. كيوك كيوك كيوك. تحبوا تفتحوا الكاميرا تتدربوا على النطق وأنا معاكم، عشان لو في حد بينطق النطق غلط أصلحه له. هو ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ هو أكيد. هنا بتقول يو آخرها كي ولا هي آخرها إن؟ يو كيوك 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 كيوك، اللي هو بيساوي في العربي الكاف وفي الإنجليش الكي. مظبوط. وانا برضو بعد الكلاس هبعت لكم ريكورد بنطق كل حرف بصوتي انا، يبقى مع الويب سايت. طب لو سمحت عندي سؤال. اسالي. هو حضرتك لسه قايله دلوقتي ان كيوك ده معناه الكي بالانجلش صح؟ ده اسم الحرف. يس، الكي بالانجلش. بس حضرتك قلت في الأول ده الإيه بالإنجلش. لا تمام، أنا من أول الكلاس قلت لكم إحنا حاليا الكاف أو الكي بالإنجلش وبالعربي بيساووا في الكوري الحرف اللي قدامكم اللي بيتكتب كده أو كده، وهو نطقه أو اسم الحرف إيه كيوك. طب هو ليه حضرتك اخترتي دي؟ يعني إيه الفرق بينهم الاتنين؟ ثواني يا جماعة، مين بيتكلم؟ انا اوكي، قولي هو ايه الفرق بينهم هما الاتنين؟ يعني ليه اخترتي حضرتك دي؟ حلو، هقولك على حاجه. هنا دي كياك، ليه؟ هي دي الحته اللي بكلمكم فيها. الكوري تريكي جدا جدا في الحروف بتاعه الفايل بتاعته او الحروف المتحركه بتاعته. انت عندك هنا حرفين، الحرف الوحيد المختلف هو يعتبر الحرف ده اللي هو الحرف ده. تمام، ده ليه ساوند وده ليه مود ساوند مختلف خالص. ده يا وده يو. تمام، فانا عشان بس ما لخبطكوش نحاول دلوقتي نمشي ستيب باي ستيب، ان احنا مركزين على الحروف الساكنه، ناخد as much as we can منها دلوقتي، وبعديها هديكوا ويا في المتحرك النهارده. اوكي اوكي، شكرا. العفو. حد عنده اي سؤال قبل ما نموف اون او نسمع الحرف تاني وبعدين نخش على حرف جديد؟ لا تمام. طيب تعالوا نسمعه كمان مره واجرب اكتبه لكم تاني. لا. تمام، طريقة كتابته اتفقنا هتبقى عاملة ازاي؟ خلينا نقول ان انا لو عندي مربع فهكتب من جوه كده اهو، او ممكن اصغر يعني اطول الحتة اللي قدام واصغر اللي تحت شوية. دي الاتنين صح. طيب دي بتبقى امتى كده؟ لما بيبقى مكتوب من تحت زي ما انتوا شايفين كده، اول حرف المتحرك اللي هيتكتب معاه يبقى برضو من تحت زيه. هنشوف ده قدام. طيب لو الحروف زي ده اي وزي ده يا وزي ده يو، فساعتها بنكتبه بالشكل ده اللي هو يبقى الحرف واقف شوية ساند اللي جنبه. ده هنا نكتبه كده. سوري، هو ده المفروض يبقى يعني خط مستقيم، بس انا اسفة على خطي القمر بالماوس. اوكي، يبقى في طريقتين لكتابة الحرف ده. اولا الحرف ده اسمه ايه؟ كيوك. حلو جدا، عندنا طريقتين. لو الحرف هيتكتب جنبيه حرف فويل واقف او اي زي ما موجود هنا، ساعتها هنكتبه بالشكل ده. تمام. لو هو هيتكتب على حرف متحرك او سوري، حرف يعني بالورب، يعني بالعرض كده مش عارفه اقولها بالعربي ازاي، بس يبقى من تحت كده، فساعتها هنكتبه بالشكل ده. تمام تمام. محتاجين اي اعاده للحرف ده، ولا ممكن نروح على الحرف اللي بعديه؟ لا لا لا، الحرف اللي بعديه. الحرف اللي بعديه. تمام، فل جدا. ثانيه واحده. جماعة فلوا المايك عشان تعرفوا تسمعوا الحرف اتليست أول كم مرة من غير ما يبقى فيه أصوات تانية. دين دين نين 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 تمام. هو ممكن اسمع ايه؟ ثواني ثواني. طيب كله ممكن ايه في المايك، ولا انا اميوت الكل؟ سهل عليا الموضوع بليز. حضرتك ميوت الكل وقت السمع، لان هم مش هيعملوا ميوت. حاضر، ثانية واحدة. خليتي عندي أنا هنا ميوت أول. يس، يلا هنسمع مرة تانية. دين 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 تمام. هقولها أنا دلوقتي. نين نين نين. هو أنا هي بالدال أو بالدي؟ دين ولا بين؟ ني 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 نو نون أو الإن. نين نين. الاختيار إيه؟ ثواني يا جماعة عشان في حد فتح المايك جنبي دوشة. تاني بليز بليز، ما تنسوش المايك مفتوح لو مش هتنطقوا أو هتسألوا على حاجة. الحرف ده بيساوي بالعربي النون أو الأن بالإنجلش. نين ني إن نين. اسمعوا كمان مرة. دين دين. جربوا تقولوه. نين نين. تمام. نين 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 نين. مش ني اون. نين 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 نين. تمام. طيب من النطق كده او من اللي احنا اتكلمنا فيه so far او لحد دلوقتي، هيبقى ايه ولا بي؟ ايه ايه ايه. مظبوط، لان احنا اتفقنا ان الحرف ده معناه يا، فاحنا هنا كاننا كنا بنقول ني ام، which مش اللي احنا كنا بننطقه. احنا كنا بننطق ايه؟ ني ان. الحرف اللي هو ده في المتحرك ان ان. بتضموا اسنانكم على بعضها. مش عارفه انتوا شايفيني كويس ولا لا، بس هو انتوا مش بتفتحوا بقكم بالظبط زي ما نيار عامله. ان ان. تمام. ني ان. ده الحرف التاني. تمام. ده الحرف التاني. قولي لي يا نيرة. اولا نرمين مش نيرة، نيرة عشان ده الايميل بس. نرمين اوكي نرمين. ما هو انت محتاجه تعرفي ان انا هاخد وقت، وانا اصلا سيئه يا جماعه، انا اسفه والله، بس انا سيئه في الاسامي والوشوش لحد لا مده بصي طويله. انا اكبر واحده في الجروب، ها مش تبقي عارفه. نرمين حاضر، مش هنسى نرمين. عرفتيني حاضر نرمين اوكي. معلش النطق تاني حضرتك بس. اوكي ثواني هميوت الناس كلها. النطق تاني انا لوحدي. ني ان ني ان ني ان ني ان. تعالوا نسمعه برضو عشان يبقى كله مسموع. بين بين. معلش عايزة أسأل حضرتك سؤال. أكيد. هو هنا تحسي إن هي بتنطق الحرف، أكيد هي مخلفة وهي بتنطق الحرف، يعني هي بتنطق دي، هنا بتنطق دي مش لما هتروحي للحرف الدي هتعرفي الفرق ما بينهم اللي بعد الحرف ده على طول. بس هو ني 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 ان، بصوا يا صح؟ جماعة مظبوط ني ان. في فرق بسيط جدا في الحروف. في فرق في شكل الحرف لما يتضاف له حرف متحرك، ولا هو نفس في الحرف؟ النطق في النطق يعني هنا انت عندك دي الاتنين اهو ني تمام، لكن احنا هنا لما جينا كتبنا نا، فالحرف الساكن هو شكله مش بيتغير، اللي بيغير الصوت هو الحرف المتحرك. عشان كده لغة الكوري لغة أصوات أكتر ما هي أي حاجة تانية، لغة مخارج الحروف، زي اللغة العربية لما كان يقولك آ أو إي، الحاجات اللي هي الهمزات عند سوري التشكيل عندنا موجود أساسي بقى في الكوري كأصوات. تمام؟ فهتلاقوا اختلاف في النطق كأنكم تعملوا الحرف نفسه. يعني هنا نا، نا دي معناها أنا عندي سؤال. اسألي. هو المفروض إن هو برضه العربي فيه تشكيل، يعني هو العربي لحد دلوقتي مش بنعرف اللي هو يعني نكتبه قوي. الكوري برضه هيحصل بس كده؟ ده العربي لا 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 لا. بصي الكوري مع الوقت تتعودي على حاجات كتير قوي فيه تبقى بالنسبة لك سهلة. في حاجات ليها أكتر من معنى، يعني في كلمات بيبقى نفس الكلمة بس اختلاف حرف صغير واحد بيغير معناها تماما، ففي الحاجات دي انت هتحفظيها مع استخدامك للغة. يعني انا هعرف انطق طبيعي؟ هو انا هسيبك غير وانت بتعرفي تنطقي؟ يعني does it make sense اصلا؟ معقولة؟ فاه طبعا هتعرفي تنطقي. العفو. تمام طيب نستغل الحتة دي بما اننا عرفنا. بعد اذنك بس كنت عايز اسالك على حاجة. أكيد يا سارة. سامعني؟ هو معنى سامعاكي. الكلمة على بعضها إيه؟ إحنا من الأول بناخد الحرف الأولاني من الكلمة، أنا كنت عايزة أعرف المعنى بتاع الكلمة نفسه إيه؟ لا هو ده لأن أنا معنى كنت عارفة الكلمة المعنى نيون هو حرف الحرف يعني الجزء الأولاني ده هو حرف ولا هي على بعضها حرف؟ بصي ده شكل الحرف، اسم الحرف ده إيه؟ هو ده. هو ده الحرف على بعضه؟ ده طريقة يعني ده اسمه زي حرف الألف. هل أنت لما بتيجي تكتبي الألف بتكتبي الألف ولا بتكتبي بس الألف وعليها همزة وبتقولي أحمد؟ بكتب الألف فاهمة؟ بس؟ بالظبط هي نفس فهمت. الفكرة دي بالظبط. شايفاه كبير قوي. عشان كده هو دي الأسامي زي الألف أو ألف باء تاء تاء، هي نفس الفكرة في الكوري. كيوك ده اسم الحرف اللي هو الكي أو الكاف، نيون اللي هو النون أو الإن. طيب أنا كنت عايزة أستأذنك في سؤال تاني. كانت الحروف أفقي ورأسي، كانت في ورقة معايا بالحروف اللي هي الساكنة والمتحركة، يعني أنت تقصدي إن هو يبقى حاجة من الأفقي مع حاجة من الرأسي، ده يبقى اسم الحرف بس؟ لا بصي هقولك على حاجة. ده كده شكل الحرف تمام؟ الكلمة دي كلها اسم الحرف. طيب الكوري عشان تعملي منه كلمة أساسا أو كلمة يبقى لها معنى لازم متحرك وساكن مع بعض. تمام. ما هي يعني زي هنا، بصوا زي هنا، نا لوحدها معناها أنا، مم. تمام؟ لو أنا شلت دي هنا ثواني وكتبت مثلا بس النيون مش هيجيب لي معنى، تمام. تمام؟ سيبكم من الترجمة دي، هو الحرف مش بي خالص، بس مش هيجيب لكم كلمة، مش هيجيب لكم معنى، هيجيب لك بس من تحت أهي نيون نطق الحرف، لكن مش اه هيجيب لكم معنى كلمة معينة. طيب نا هيعمل لكم تحت اهو النطق نا، وادي نعم اي انا، يعني أنا تمام. تمام. فانتوا حاليا حاليا ده الاسم بتاع الحرف، زي الالف مين؟ الباء التاء، مش كلمه انتوا محتاجين تعرفوا معناها، هو ده الحرف اللي هو ايه، اللي هو بتاع الصغنن اللي مكتوب ده، ماشي تمام تمام. تمام. طيب يعني احنا زي اخوه كنا مش بالظبط، محتاجين في الأول الكلمة بتاعته كاملة، صح؟ انتوا محتاجين تعرفوا النطق وشكله بيبقى عامل ازاي، لان انا ممكن مثلا زي ما قلت لكم اجي اقول لكم نعبي، فحد فيكم يقول لي نعمي، فساعتها اول سؤال هقول لكم انت بتقول ايه، ناين ولا مثلا بيب اللي هو حرف البي، فلازم تبقوا نايم عارفين الاسامي الحروف ايه علشان اقدر يعني تعرفوا تنطقوا الكلام صح، طب أنا عندي تمام؟ سؤال، اسألي. أنا عندي سؤال، هو مهم. ليه جايب لنا A و B؟ مش هو الحرف ليه نطق واحد؟ ليه بقى علشان دي جايب جيم، لنا هو بيقولك اسمعي الحرف اهو، استنوا هوريكم. يعني دي لعبة المفروض احنا نختار الصح. يس، يعني مثلا خلينا نقول هنا، تعالوا نخش هنا 티귿, فور اكزامبل، 티귿, فانا رحت جايه تيجا عاملاها هنا وانا غششتكم بس قشطه، فانتوا لما هتسمعوا الحرف 리을, غلط وتيجوا تختاروا على اساسها هيقول لكم لا ده غلط، ده النطق الصح بتاعها، وده كتابه الحرف، اه تمام. تمام؟ فعشان كده جايب لكم ايه وبي، زي الجامعه وزي المدرسه، اختاري نور ما بين الاقواس، هي حاجه الجيم حاجه شبه كده. طب من فضلك يا فندم، هو أنا لازم أحفظ شكل الحرف وأعرف أكتبه كمان، أعرف أكتب اسمه؟ مش تعرف تكتب اسمه بس تعرف شكله ايه او تعرف اسمه ايه، علشان زي ما قلت لك هو انا ممكن حضرتك تيجي في بتقول هم، الشكل، أوكي. لو أنا مثلا اتلخبطت مثلا ما بين نية وبيا، الفرق بين النون والب، تمام، أو النون ماشي. والبي، فأنت لو قلت لي يس، اكتبه يبقى أنا كده هبقى لازم مش أكتب اكتبها الحرف انت كله. اوقات، لا 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 لا، انا دلوقتي هاجي اقول لك مثلا نبي، فانت هتقول زي ما انا هثبت الاكزامبل يا جماعه عشان دماغكم ما تسحش او تتلخبطوا ما بين الحروف، فانت تيجي تقول نامو، فانا بالبق هقول لك انت بتقول مثلا نيون ولا بتقول بيوب بالبق، فانت تبقى عارف ان نيون الحرف ده ثواني معناها الحرف ده، وبيب معناها حرف تاني، عشان تعرف تقولهولي مش تكتبه. يعني تمام المقصد ان احنا نبص على الحركة بتاعت الشفايف، صح كده، وتعرفوا اسم وحضرتك الحرف ايه بتنطقي. هو بالظبط، علشان تعرفوا اسم الحرف لأي حاجة ممكن تواجهكم في النطق قدام، علشان طب تقدروا معلش أنا عندي تعرفوا النطق. سؤال، هم. دلوقتي هو أصلا في بداية A أو B نفس الحرف، يعني نفس الشكل بتاع الحرف، حلو فالكلمة نفسها أنا مش عارفاها، ونختار A ولا B، فأنتي فاهمة ماشي. ما هو قصدي؟ عشان معلش ما والله انا ماشيه معاكم اهو يعني انا مش بقول لكم خشوا العبوا الجيم دي دلوقتي، انا بس بدل ما اقعد انا تبقى امسك ورقه وقلم واقول لكم اكتبوا الحرف ده بالشكل ده، احنا بنلعب في حته ان احنا نسمع الحرف، لان السمع في الحروف اصعب من الكتابه. يعني هل انتوا بالنسبه لكم صعب انكم تعملوا كده؟ لا انا بصراحه انا اعرف الحروف لا كلها، الكتاب فانا براجع عليها، فانا عارفه الفرق ما بين الان والكي، يعني انا عارفه ان هما متشقلبين عكس بعض، يعني الان يس، بتبقى يعني بتكتبيها لتحت، والكي بتبدا من فوق. بالظبط. فهو انا لو هديكوا الطريقه بس واقول لكم دي بتساوي دي، انتوا هتحفظوهم في ثواني، وهتخلص في ثواني. نهى أنا عندي سؤال بس، هو طيب ممكن اوكي ثانيه واحده يا اكرم، 메시지를 보내주세요. 오케이? 왓츠앱. دي تنكمنيو. كيكو قول يا أكرم أنا سامعك. كل جي هو ايه الفرق تنكمنيو. بين ناقص سوري سوري يا اللي أكرم. بتبقى معانا انا تنكمنيو. عادي؟ كيكو هنجلدو سيجي 주세요. ها؟ 한글도 쓰고 주세요. 학생들한테 괜찮아요? 네. 네. 오케이. 알겠습니다. 감사합니다. 네. ثواني يا شباب، قلنا نسهل عليكم الموضوع عشان انتوا تقريبا متضايقين من الجيم. انا عارفة انها ممتعة بس انا عارفة. استنى. لا طيب الجيم كان أكرم أنت، ثواني يا جماعة، أكرم أنت كنت عايز تسأل على حاجة، إسلام أنا شفتك من شوية كنت عايز تقول حاجة وسكت، فأكرم قول الأول بعديها إسلام. أنا عايزة أسمع أنت كنت عايز تقول إيه. دلوقتي نا معناها انا وصونم معناها انا برضه، وايه الفرق بينهم؟ الفرق في الاحترامية. الكوري بيعتمد على الاحترامية، في كلمات هتلاقوها موجودة في يعني وأنا بتكلم مثلا مع نهى سنا المفروض أكبر مني، فأنا ما ينفعش أقول لها بس نانن كذا 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 أو أنا كذا كذا. المفروض كشكل من أشكال الاحترام أتعامل باحترامية أكتر، فأقول لها تشانن. فهي الفكرة كلها تمام. في الفرق في في الحاجات الاحترامية عاملة ازاي. ها ايه كمان؟ معلش سمسمني، ممكن سؤال؟ أكيد. في الخيارات في حرف البي مهم. نهاية الكلمة في حرف الميم صح؟ يس، الحرف اللي هو ده ميم. أيوة أيوة هو تمام. يعني حرف البي ينطق نيون لا حرف نيون الايه؟ البي. لا احنا ما دخلناش في البي، احنا هنا قلنا ان الحرف ده يا جماعة حرف الان او النون اللي هو شكله كده اهو، لا قصدي بين ونطقه الخيارات. بين الخيارات هيبقى الايه نيان. نيون تمام. تمام. اسلام كنت عايز تقول حاجة. صوتك كده مسموع تمام؟ يس سامعك. طيب هو بس الناس اللي جاي لهم ايرور من الموضوع، هو المفروض ان هم في النهايه اللي ما بين القوسين ده اللي سنين بتشرحه عشان يكونوا واخدين بالهم ان ده النطق بتاع الحرف مش مجبر عليكم ان انتوا تكتبوه، لكن اللي جنب اللي هو اللي بره الاقواس ده اللي هو شكل الحرف اللي سنين عايزاكم انكم تفهموه في النهايه. ده ثانك اللي يو. انا طب حاولت انت ما بس كنتش ان انا عايز تسأل على اضيفه، حاجة؟ اوكي ثانك يو سو اللي ما ماتش. كنتش عايز اسال طيب عشان أنا ملخبطه يعني. لا لا طيب ثواني يا جماعة هشير معاكم حاجة تبقى أسهل شوية. طب سمسمني ده سمسمني عندي سؤال. لو سمحتي ليه مش في الأول مثلا آخد الحروف آخد نطقها، بعد كده قدام شوية ما بقى أعرف أنطق إزاي الحروف آخد أسامي الحروف، هيبقى الموضوع أسهل بكتير. عشان هما الاتنين يعني عشان هتتلخبطي ما بينهم، لأن زي ما قلت لكم تاني اختلاف الحرف المتحرك بيختلف بيخلي الجملة كلها تختلف، فانتي محتاجة تعرفي الحرف الأساسي ايه هو نطقه ايه واسمه ايه، وبعديها تضيفي عليه المتحرك. ما هو اسم الحرف ده اوريدي عشان أعرف بقى محتاجة أكون عارفة الحروف كويس وبتتنطق كويس إزاي، عشان كده يبقى بالنسبة لي لما أعرفها يبقى بالنسبة لي أسهل إن أنطق اسم الحرف، لكن في الأول وقتي أنا أوريدي مش عارفة الحروف مش عارفة نطقها، فهيبقى صعب جدا إن أبقى عارفة اسم الحرف أو إني أحفظه. ما هو علشان كده أنا معاكي وبنطقه معاكي وبسمعك النطق مرة واتنين وتلاتة وأربعة. طيب ممكن استأذنك في حاجة؟ يس آه، واحنا ممكن ناخد الحروف المتحركة لوحدها والحروف الساكنة لوحدها ولا لازم ما نجمع ما هو بينهم؟ سمسم بصي هو ده سمسم آلاء معلش يا جماعة، ممكن بس الأسئلة اللي هي خاصة هنتعلم ده إمتى أو الحروف المتحركة إمتى، خلي الحاجات دي في الآخر خالص. ادوا فرصة بس لسمسم آلاء إن هي تعلمكم الحروف علشان يعني الوقت بيجري والرد على الأسئلة كلها مش هيكفي. بس أنا سمعت لغاية دلوقتي تقريبا اديتكم حرفين بس وانتوا لسه مش متذاكرين، فأي أسئلة معلش هنخليها على الآخر. أنا هفتح الجروب بعد الكلاس وندي بس فرصة ليكم إن انتوا تتعلموا الحروف دلوقتي. تمام. ميرسي، شكرا يا سمسم. طيب هل ده بالنسبة لكم هيبقى أفضل إنكم تشوفوا الاسم ده طريقة كتابته، ده طريقه بالكوري وده طريقه بالإنجليش نطقه، هل ده أعتقد هيسهل عليكم كتير، وفي نفس أيوة. الوقت ممكن نلعب الجيم التانية في إن إحنا نسمع الحرف. وطبعا يعني هبعت لكم من الحاجات دي بحيث إن هي تسهل عليكم النطق شوية. ده باي ذا واي كل الحروف الساكنة الأساسية في الكوري. تمام؟ طيب خلونا نريبيت one more time وبعدين نخش على الحرف الجديد. الحرف الأول كيوك اللي هو الكي أو الكاف. كيوك 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 الحرف. تمام؟ الحرف شباب اللي يقول حاجة يقفل بعديها مايك. ممكن تجيبي شكل بالكوري؟ سوسني ممكن تعملي لكل ميوت؟ حاضر ثانية واحدة. يعني هعمل ميوت. حاضر. مين اللي بيقول عايز حرف الشكل بالكوري؟ أنا. ما هو ثواني، ما هو ده الحرف بالكوري كيوك. تمام ماشي اوكي شكرا. العفو، هم مكتوبين بس الحاجة الرئيسية بتاعتهم او الأساسية في ان انتوا تحفظوهم، بعديها هوريكم الأشكال التانية بتاعته. تمام ليه اوكي. طيب تاني حرف اتفقنا عليه هو نيان. نيان اللي هو بيساوي اللي هو بيساوي النون أو الإن. تمام. تعالوا نروح لثالث حرف. تمام اللي هو إيه؟ دي جات. دي جات. دي جات أو طريقة برضو صح تانية في نطقه ديات. ديات ده اللي هو حرف الدي أو الدال بالعربي. معلش يا سنيم انطقي الحرف التاني. حاضر كده أو كده أنا هنطقه مرة وهخلي الجيم تنطقه مرة. أوكي ديات. ديات أو دي قط. دي قط. تعالوا نسمعه من اللعبة. Seriously 디귿 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 ديجات. بي ديجات مظبوط. ديجات 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 ديجات. هي ديجات ولا بيجات؟ دي دي ديجات. ثواني يا شباب، ثواني 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 ثواني، عشان يعني في حد ما سمعش نطق الحرف اصلا، فثواني. ديجات 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 ولا ديجات بالدي ولا بالتي؟ دي هي الدي. دي والحرف اللي من تحت ده دي حاجة تانية بتبصوا عليها بعدين، بس ما تشغلوش نفسكم بيها. نطق الحرف ديجات. تمام ديجات 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 ديجات. ايه ولا خلاص، ما هو معمول بيه اوريدي وهو عامل لنا على الاكس غلط. اتس اوكي. تمام طيب الناس اللي بس كانت بتقول انا سامعه الني دي او الني على انها دي، حسيتوا بالفرق اللي انا كنت اه بكلمكم فيه؟ اه بس تمام، فاحنا اه كده 3 حروف، كيوك نيون تيجوك. كيونيون ديجا. تمام، تمام. تعالوا برضو نبص على اللي بعديه. ريل ريل ريل، الحرف ده يا جماعة تريكي جدا جدا جدا. ثواني يا سوسن، تريكي جدا 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 في حتة ايه؟ ان الكوريين اصلا ما عندهمش حرف الار، هما الار والال بالنسبة لهم حرف واحد اللي هو ده. يعني انا لما اجي مثلا انطق اسمي بنطق اسمي روبا مش روبا، عشان كده هما بينطقوها روبا. بالظبط، يعني انا اه هو انا الزي ده حرف ايه؟ انا طب أنا ساعات ثواني الحرف ده بتلخبط فيه. ماشي. طيب ثانية 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 ثانية، ميوت اول بليز. لو سمحت. ثانية واحدة خليني اجاوب. حبيبة اديني فرصة بليز بليز اديني حاضر فرصة. حاضر. اوكي طيب تاني، علشان في حد ما سمعش. ديات هو حرف ايه؟ هو حرف الدي او الدال في العربي. ديات حرف الدال او الدي في العربي والانجليش. تمام، شكرا. العفو. تمام طيب، الريل زي ما قلنا هو في الكوري مفيش ر، مفيش ار او الار، فهم بيستخدموا الحرف ده من الناحيتين. عشان كده هم لما بييجوا يقولوا love بيقولوا love بس بيكتبوها بحرف الار، فالاتنين واحد. وعشان كده اي حد هيبقى حرفه فيه حرف الر هيسمعوا بيتنطق ال، ان هم مش معترفين بحرف الر ده خالص. تمام زي تمام اللميون. بالظبط. طيب تمام. تعالوا انا نسمعها من الجن. سوري ريل صح؟ مظبوط، هنسمعه دلوقتي برضو من الجيم. في حد كان عايز يقول حاجة؟ لا اوكي ماشي، تعالوا نشوفه من الجيم. صوت الحرف. بيو بيو هو انا ممكن اسال سؤال؟ بيو شور. معلش، لا هو لا، از اوكي. يعني هما مش بينطقوا لراء ولا اللي هي بينطقوها لام، صح؟ يس يعني دلوقتي يعني ينطقوا مثلا لو الحرف بيتنطق مثلا روبا بتتنطق لوبا. حاجة شبه كده، ان انتي اسمك اصلا الر والفي مش بيتنطقوا عندهم. ما شاء تمام، الله. بس خلي دي لبعدين عشان انتي عارفة الحروف هم مش عارفينها، فاستني عليهم سيكا. ماشي اوكي طيب ممكن انا جماعة حضرتك انا بليز، احنا اتفقنا. ثواني 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 ثواني، احنا اتفقنا ان احنا هنخلي اي اسئلة ملهاش علاقة بالحروف بعد الكلاس، لان احنا داخلين على almost ساعة وانتوا يا دوبك اخدتوا 3 letters بس. انا عارفة ان انا I'm being rude او being يعني قللت ذوق سيكا، انا اسفة والله، بس في ناس عايزة تستفيد بقدر المستطاع، وانا والله هجاوب على كل اسئلتكم. هديكم 5 minutes في الاخر، اسألوا زي ما انتوا عايزين، او ابعتوا لي على الواتساب اي سؤال انتوا عايزينه و I will be ممكن answering it on the spot. ماشي اوكي. طيب خلينا نرجع تاني. النطق بتاع الر او الار او اللام او ال بالكوري بيو ريل. ريل ريل تاني جماعة ريل معلش استنوا ثواني بس، اول ما اقول لكم قرروا ورايا او عيدوا او ابداوا انطقوا عشان الناس تقدر تسمع الحرف كويس. ممكن just اسال give سؤال؟ me. اكيد هو النور كان قطع خليني ولسه داخل بقى في الكلاس ومش فاهمة أي حاجة. اصلا اوكي اوكي احنا كنا بدأنا في الكوري. النطق اللي انتي سامعاه ده هو نطق الاسم بتاع الحرف، يعني real هو not شكل الحرف ده اسمه. فاحنا دلوقتي عندنا الحروف الساكنة والحروف المتحركة، واحنا شغالين في الحروف الساكنة بحيث ان احنا نعرف الحروف step by step. ده اللي احنا بنعمله. بالنسبة للحروف اللي فاتتك مفيش مشكلة، انا كده او كده هعدي عليهم كلهم تاني by the end of the class مع نهاية الفصل او المحاضرة. ولو عندك اي سؤال او مش متأكدة من نقطة حاجة منهم ابعتيلي، وهيبقى عندكم الويب سايت وكل حاجة. تمام؟ خلاص تمام. مفيش نقطة الحرف ده خالص هشغله تاني والله. I know. عندي سؤال معلش، ممكن نستنى ثواني. انا ده شيء واتسابرو مسج لكم يا جسر انيو ده الجسمي ده ما هعمل كده. ثواني جماعة معلش، اللي عنده أسئلة wait for a minute please. يعني خلاص تمام، هنسمع النطق ده تاني عشان الناس اللي ما سمعتوش. ريول 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 ريل 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 ريل. لو هبطئ طريقة نطق الحرف ريل 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 ريال ريال. عندي سؤال. اتفضلي. حاضر قولي. انا مش سامعه قوي، هو بيقول ري ولا لي؟ ري ري ال يعني انا مش سامعه منك برضه. ثواني. ري بالظبط. اور الاولانيه اور صح كده؟ هو مش ثواني. هي حاجة شبيهة بكده. ري ال يعني الرهب بيبقى فيه رهنق من النطق بتاعها طالع ولا لأ؟ طيب ادوني ثانية. ثواني يا جماعة معلش، ثواني علشان هو حرف أنا عارفة إن هو مزعج سيكا. هي نفس الفكرة. ري ال ريل ريل ري ري ال. اللي كان بيسأل على النطق شايف بقي بيتحرك ازاي؟ هو انا ممكن اسأل سؤال بس؟ هو ممكن نستنى والله على الأسئلة بجد، لو هم ملوش علاقة بالحرف ممكن نستنى عليها، وانا اقسم بالله هجاوب على كل حاجة والله. طيب ماشي. اوكي ميرسي. تمام. حضرتك اسمعي مني الحرف بعد اذنك. اكيد كده او كده انا هختار منكم دلوقتي شوية ينطقوا لي الحروف دي، بس اكيد يا محمد اتفضل. ريل مظبوط، بس مش ري ال ري ال 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 ري اي ريال ري ريال ريال صح؟ بس انا ممكن اقول ثواني عشان انا في ناس كتير اتكلمت في نفس ذات اللحظه ما سمعتش حاجه. ثواني اسمعوا الحرف تاني علشان هو تاني تركي شويه. ريول 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 ريال ريال. خلصوا بقى تمام. الحرف بقى 3 ساعات. اي نور ممكن تعملي ميوت؟ ريال. اكرم please mute the mic. رميساء احمد please all of you mute the mic. ريول ريول ري ال ريال ريال تمام. خلينا كده نبص على الحروف تاني. اوفرول احنا خدنا 4 حروف من الحروف الساكنة اللي هي عندنا ايه؟ كياك نيان تيجات ريل ريل. دي طريقة النطق اهو. ري ال 리을 انتوا شايفين كويس ولا اكبر السكرين احسن زي ما كانت الاول؟ يعني كبري let's say is this او better؟ كده دي. حلو تمام. ده دي دي طيب جماعة أنا لما حد بينده على اسمي بقول دي معناها زي نعم دي تمام. طيب آخر حرف بحس وبعديها هبدأ أسألكوا عشان أشوف إحنا الحروف دي بالنسبة لنا تمام ولا لأ. حد كان هيقول حاجة؟ لا أوكي طيب لو سمحت ممكن مين؟ تعيدي يس ممكن تعيدي الحرف ده بقى تاني؟ ريل تمام ريل بيساوي الار او اللام الر والال والار واللام تمام. ريل. طيب تاني حرف او يعتبر خامس حرف عندنا ميم. ميم مي ثواني يا جماعة بليز ميوت ذا مايك. انا هنطقه بعديها الويب سايت بعديها هخليكم تفتحوا المايك وتنطقوا كلكم. ميم ماشي حاضر. آه. ميم 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 اللي هو حرف الميم أو الأم. ميم تعالوا نسمعه من الويب سايت. حضرتك ممكن تقولي لي ازاي بيتكتب بقى عشان حاسه صعب حاضر يعني شكله صعب. حاضر هو مش شكله صعب ولا حاجة بس اديني صح ثانية وهوريهولك. بيوم بيوم بيوم. أنا عارفة إنكم سامعينه بيم بس هو مش بيم هو ميم. تاني بيوم بيوم ميم ميم. ممكن كله يفتح ويجرب يقوله ميم 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 تمام. طيب خلوني ارجع تاني اوريكم كتابة الحروف دي ازاي علشان في منكم في حروف بالنسبة له صعبة واتمنى ان خطي ما يبقاش وحش على بالماوس. انا اسفلكم والله يا جماعة بس يعني هحاول برضو اكتبهم لكم بالكيبورد بحيث ان هم يبقوا سهلين عليكم. اوكي طيب الريل هو كده 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 كأني بكتب اتنين بالانجلش بس بدل ما احنا بنعمل الاتنين كده لا احنا هنخليها بوينتي شوية. هو ممكن يكون يا فندم زي حرف الاس بس مشقلب ممكن بس الاس برضو فيه بص يعني فيها لفة دي ما فيهاش لفة هو بينزل يعني مظبوط مش بيبقى واخد شكل او لفة. ده باصص للناحية التانية بص لليمين انما هيل باصص للشمال او الفايف. هو بصوا يا جماعة هو اقرب حاجة صدقوني ليه الفايف لان باقي سوري التو ولا ايه لان باقي الحاجات كلها هتلاقوها فيها حتة يا اما بوينتي يا اما مدورة قوي. هو ما فيهوش اي حاجة مدورة هو ما فيهوش اي حاجة. طب ممكن تديني ثانية اخلص الجملة بعد اذنك. هو ما فيهوش اي حتة دايرة هو كله بوينتي كله يعني خط كده مستقيم مش مايل او في ميلة خالص تمام زي ما هو حرف موجود كده. حرف الكي والدي مع بعض الكي والدي يس ممكن نقول كده يس ممكن يتكتب بنفس الشكل تمام، هكتبه كمان مرة. تمام، هو ده حرف ثابت أساس، هو في أول الكلمة أو في آخر الكلمة هو بيفضل نفس الشكل، بس يا بتكبره الحجم يا بتصغروه، لكن شكله ما بيختلف. زي ما هو موجود هنا، هنا أهو في أول الكلمة، فموجود إن هو كبير، فلما يتعمل جنبيه ال1 ده أو الإي ما يبقاش حجمه صغير مقارنة بالحرف اللي جنبيه. لكن لو هيتكتب من تحت فممكن نصغره حاجة بسيطة علشان نضيق المسافة بتاعتنا. بمعنى إيه؟ يعني أهو، فهتيجوا هنا مش هتعملوه بنفس المسافة دي، هتعملوها بأصغر شوية. بس هو نفس الشكل. تمام؟ هو تقريبا الحرف الوحيد اللي شكله ممكن يختلف جدا لما بيكبر ولما بيصغر، أو الحرفين، هو الكيوك والجيوك والكيوك، اللي هما الحرفين دول، هما دول اللي شكلهم بيختلف لما الحرف بيكبر. الباقي كله بيفضل زي ما هو. النيان بيبقى ان عادية جدا، بس ممكن حجمها يصغر شوية لما تبقى مكتوبة مع كلمة، سوري، لما تبقى مكتوبة تحت زي دي كده. انا اسفة يا جماعة بجد خطي سيء، انا هحاول اجيب حاجة تسهل الكتابة شوية عليكم. هنا انا عاملاه كبير عشان هو جنب حرف واقف او جنب فويل واقف كده، فعشان يبقى مناسب للحجم بتاع الحرف اللي جنبيه. تمام؟ كتابة الحرف بتختلف عن المكان، يعني الحرف اللي جنبيه مش بتختلف عن المكان، هي بيبقى على حسب الحرف اللي جنبيه في حتة ايه، ان المسافة ما تبقاش صغيرة. يعني انت متخيلة مثلا لو جينا نكتب نيون بان الحرف هيبقى صغير، فانت هتكتبيه كده جنبيه حاجة كده وجنبيه هنا تاني كده. هل انت شايفة ان الحجم ده مناسب للحرف ده؟ اللي هو ده كده، ولا اصغر؟ يعني شكله اصغر قوي في الكتابة. اصغر قوي. بس فانا هو مش بيختلف في الكتابة على قد ما بيختلف في حجمه. انا بواكب، هو بيختلف في الكتابة بحسب الحرف اللي جنبيه. مظبوط. لو الحرف اللي عندي كبير او واقف زي الاي والآ واليا واليو وتفر، الحرف اللي هيبقى واقف فهيبقى الكتابة بتاعته أكبر شوية، هخليه مناسب للحرف بتاعه. يعني هنا أهو دينا قريبة اهي في الحجم بتاعها من دي، لكن ما ينفعش أجي أكتبها كده وأكتب ده كده. تمام؟ ده بالنسبة للنيون. الديات هي سيركل بس بوينتي شوية، ليها يعني مش كده. الديات اهي، وبرضو بتكبر على اساس ايه؟ الحرف اللي جنبيها، ما بتكبرش في اي حاجة غير اللي هو بس في النص، اللي هو ممكن تبقى كده. ده وممكن تصغروها شوية. ده بس ما تبقاش صغيرة قوي، يعني ما تبقاش كده والحرف اللي جنبيها كده مثلا. تمام؟ طيب خلونا نبص تاني على آخر حرف ما جربناش نكتبه، الميم. ميم اللي هو حرف الميم أو الام، هو مربع أو يعني let's say مربع، هو ممكن يكون مستطيل أو مربع. ميم ممكن يكبر يس زي ما انتوا شايفين هنا واخد شكل المربع اكتر من المستطيل عشان جنب حاجة برضو طويلة، مش طويل قوي بس اكبر شوية من اللي موجود هنا. ميم ميم ميم، ممكن تعيدوا النطق معايا تاني؟ ميم 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 real, 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 ثواني يا جماعة معلش. نورهان المايك بتاعه في ايشو عندك، لما بتفتحي المايك احنا بنسمع زنة لكن ما بنسمعش كلامك خالص، فبالتالي باقي الناس ما بتسمعش نطقي ولا بسمع اي حاجة سيم ايشو. فانتي لو مشغلة المايك بتاع السماعة شيليه واتكلمي من الموبايل نفسه. جربي بقى تتكلمي كده كده. تمام كده، بدأ. يس كده تحفة. تمام طيب. تعالوا اتسلى عليكم. بصراحة انا هسميها اتسلى عليكم عشان ما بقاش كدابة. احنا دلوقتي اخدنا 5 حروف في الحروف الساكنة، صح؟ عرفنا كتابتهم ازاي؟ طيب أيوه. قبل ما ابدأ عندكم اي سؤال ليه علاقة بالحروف نطقها او طريقة كتابتها، او الحرف ده بيساوي في العربي او الانجليزي ايه؟ لا انا عندي كلمة يام مالها؟ إيه يعني بالعربي بتساوي ايه بالانجليزي؟ ميم، هي حرف الميم او الام في الانجليش. طيب الجي، عايزة اسأل سؤال؟ يس انا اسال نرمين. الحروف اسالي يا نرمين. من الشمال لليمين وبطريقه مستقيمه، بس انا كنت عايزه اسال عن اللي هو في مثلا في الديوت الشرطه اللي طالعه دي لازم نعملها ولا مش لازم؟ يعني ايه الشرطه اللي طالعه؟ في شرطه كده طالعه من حضرتك. لا 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 لا، دي بتبقى في الكمبيوتر بس، انتوا مش مطلوب منكم تكتبوها. تمام اوكي هو ده بس اللي كنت عايزه اتكلم فيه، ان احنا انا عارفه ان الحروف من الشمال لليمين الكتابه وكلها بخط مستقيم. يس. مين كان عايز يسأل على حاجه تانية؟ بعد اذنك يا فندم معلش. الحروف فيها نسخ ورقعه زي عندنا في العربي ولا كلها واحد؟ لا كلها واحد، يعني حتى لو انت عايز تفنن مش هيبقى دلوقتي خالص، هي بتبقى سيكه رسم however مش حاجه اجباري ان انت تعرفها او تتعلمها. مريم. نعم انت رافعه ايدك. مريم عصام. الجيوك ترجمتها ايه؟ الجيوك الجيوك هي حرف الكي او الكاف، بس هي بتتقال جيوك. تمام شكرا. والجي معاهم لو عايزه، يعني هو احلى حاجه في الكوري انه كله داخل في بعضه. سوسن. عايزه تقولي تسالي على ايه؟ بس هي ريال وريال. ممكن تقولي لي الحرف طيب بالانجلش لان صوتك بعيد شويه؟ حرف الار. حرف الار مظبوط. يعني انتي بتسألي دلوقتي على الحرف ده. سوري يا شباب. ري ال ري ال مش، بصوا يا جماعة الحرف اللي هو خلوني اكتبه لكم احسن لان هو موجود في كل الحروف. الحرف ده هتلاقوه موجود كتير جدا، وده من اصعب الحروف في الحروف المتحركة. اي اي اي. شايفين شكل اسناني؟ هو انتوا مش تفتحوا بقكم، انتوا قافلين بقكم، قافلين سنانكم وبتطلعوا صوت. فهي ري ري ال ري ري مي ام مي ام مي ام. تمام تمام، عشان هو متكرر في كل الحروف عشان تعرفوا الفرق جاي منين. مريم أشرف. معلش عايزة أسأل، هو أول حرف اللي هو حرف الجي نطقه جيوك ولا جيوك؟ بصي، النطق اللي مكتوب بالانجلش هيسهل عليكم في النطق شويه، بس انت لو قلتي جي يوك او كي يوك الاثنين صح زي ما سمعتوا من الجيم. هتعرفوا الاختلاف فيه شويه قدام، يعني هو ما بينه وما بين الكي يوك ده في فرق في النطق، بس هو مش هيبقى ظاهر لكم دلوقتي، هتحسوا من الانجلش ان هما الاثنين واحد. ريال بنكتبها R بس بننطقها ال. لا، هما الاتنين على حسب الكلمة اللي انتي بتقوليها. يعني بصي هقولك على حاجة، انا هحاول اكتبها لكم هنا. راميون، راميون، اسفة يا جماعة بجد خطي سيء. احنا في الانجليش بنقول راميون راميون عادي تمام، بس بالكوري لاميون 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 لا. فانتوا ممكن لو مع الوقت، انا عارفه ان هي تريكي دلوقتي شويه، هتحسوا ان انتوا مره بتنطقوها كده ومره بتنطقوها كده، بس هي في حاجات في الكوري هتيجي بالتمرس. هو زي يعني انتوا مثلا بتكتبوا بس في كلمة من فوق بقى صح؟ يس. بعدين في كلمات هتكتبوها للأسف، يعني هتتنطق ال وتتكتب ال، يعني زي كلمة لاف. لو انتوا حبيتوا تخلوها بالكوري او انكم تقولوا مثلا زي أغنية فيك لاف بتاعت BTS، احنا بنقولها فيك لاف، هما لما بيجوا ينطقوها بيقول لك ايه؟ فيك لاف لا، فهم بينطقوها اللاف بس بتترمي على الار شوية. هما الحرفين بالنسبة لهم واحد، الفرق هتعرفوه مع الاستخدامات الكتير، بس اعرفوا ان حرف الريل هو الار والال الاتنين. تمام؟ حد عايز يسأل على اي حاجة في الحروف؟ لا مش هنغني BTS دلوقتي، انا اكتر واحدة بحبهم بس مش هنغنيهم دلوقتي. يعني تمام. طيب تعالوا ناخد بريك سيكا من let's say academic way، عشان انا عارفه طبعا انكم خلاص زهقتوا. ركزوا على يعني اللي انا هقوله. تمام، اخدنا احنا اتفقنا اوريدي تاني ان الكوري 24 حرف تقريبا الاساسيين اللي احنا بنستخدمهم. فانا هعمل حاجتين دلوقتي، هقول الحرف مره وبليز ريز يور هاندز، ما تفتحوش المايك وتجاوبوا. اللي مش عارف بيريز هيز هاند ازاي هتلاقوها في الرياكشنز، لو دوستوا عليها هتلاقوا ريز هاند، كلمه ريز هاند دوسوا عليها وهيظهر لكم زي ما ظاهر عندي كده. بعديها لما بتدوسوا على ريز هاند هتلاقوا فيه اتغيرت لكلمة لور هاند، مجرد ما هتدوسوا عليها هتتشال. تمام؟ تمام، يعني لما نعوز نقول ندوس عليها. دوسوا عليها وانا هختار حد يجاوب عشان كلكم ما تتكلموش في نفس ذات اللحظة، واشوف النطق الصح من الغلط عند الناس. هي اختفت دلوقتي برضه. يس، هي بتقعد عدد ثواني معين. تمام؟ ماشي تمام. طيب انا ميوت الكل، انا هقول الحرف وعايزه الناس ترفع ايديها، هختار حد يقول لي ده حرف ايه، وبعديها انا هكتب لكم الحرف وانتوا تقولوا لي ده حرف ايه، برضو نرفع ايدينا. اوكي، ميم، أنا مش عارفة منين، أرفع إيدي في بصي هتلاقي عندك تحت كده، أنتي ماسكة من اللابتوب ولا من الموبايل؟ لابتوب. حلو، هتلاقي عندك تحت ظاهر في الشاشة حاجة اسمها شير سكرين، وجنبيها سامري، وجنبيها AI كومبانيون، وجنبيها رياكشنز. رياكشنز وفي شير بس حلو اللي عندي. حلو، الرياكشنز دي دوسي عليها هتلاقي ريز هاند. لا ما فيش. ممكن كده. لا ما فيش. طيب ممكن عشان انتي اول مرة تستخدميه فما فيش حاجة متسجلة، بس خليني اوريكي حاجة، او خلاص بما ان انتي فتحتي المايك قوليلي. كنا في حرف الام صح؟ يس ميم. الميم. ميم تمام ماشي. ده ايه حرف الايه؟ ام ميم ميم. ميم ممتاز حلو جدا. ثانك يو. نقفل بقى المايك. طيب حرف تاني. آم... بيب بيب. حرف سي. بيب. محمد ممكن تفتح المايك وتقولي؟ يبدأ أول حرف اللي هو الحرف أول حرف خدناه. تمام. طيب حد عايز يقول حاجة تانية غير دي؟ كيوك ولا بيوك؟ أنا دلوقتي قلت حاليا بيب. انا سمعتها بيو بحرف أيوة جماعة ركزوا بيو على بقي تاني. بيب بيب. بيو بيو حرف ايه؟ حضرتك بحرف ايه؟ جماعة مش كله في نفس ذات اللحظة، هو واحد بس. حرف الام. ممكن حضرتك تقولي لي ازاي حرف الباء؟ كده بيب. مين اللي بيسأل؟ انا حلو. عايزة تعرفي ايه بقى؟ عايزه اعرف الحرف بيب بيتكتب ازاي. حرف البي بيتكتب ازاي؟ هو احنا لسه ما خدناهوش اصلا، بس هوريهولك. حاضر. هي اي ام ام بعتته هي على الجروب. هي دي الفكرة يا جماعة في الكوري، الحروف لو انتوا مش سامعين النطق بتاعها من الأول كويس هتتلخبطوا في النطق جامد جدا. أنا ما كنتش بقول كيوك، أنا كنت بقول بيوك. فخلي بالكوا لأن مخرج الحرف وشكل البق بيفرق جامد جدا في الحرف. تمام؟ طيب تعالوا نجرب واحد تاني. نيون ميم. نيون. الان الان الإن أو نيون. النون مظبوط. طيب ممكن حد يكتب لي او كذا حد اكشلي افتحوا بقى يعني الناس اللي فاتحه الكاميرا، في ناس شايفاهم معاهم ورقه وقلم وقاعدين يكتبوا، اللي معهوش ورقه وقلم لو ممكن بسرعه يجيب ورقه وقلم عشان هقول الحرف وانتوا تكتبوه توروني شكل كتابته عامل ازاي. اوكي ار يو ريدي؟ قول. جاهزين؟ جاهزين. اوكي انا عايزه حرف الديجا. يا ديجا ديجا. انا اتنين في الناس، انا مش شايفه نفسي. نايس. اهو مش عايبين. نايس ماشي. هي شمس تحفة، بس انتي كتبتي الاسم كله، انا عايزة الحرف بس، هو ده مش عايزة اسم الحرف. يس زي هو اسمك طالع لي زوم يوزر بس قشطة، انا عايزة الحرف نفسه مش الاسم. مظبوط. جودي، بسملة، نرمين، منى، شمس وشروق. تمام اشوف الباقي. تمام هو ده. يس مظبوط يا صوصة. هو ده. انا شايفة الكل بس ماشية باي يعني شوية شوية. ايوه مظبوط يا كيم مظبوط. سما مظبوط. جانا مظبوط. ريماس مظبوط. هلا مظبوط. سلمى مظبوط. مظبوط ده. تمام؟ مظبوط مظبوط يا جود. تمام؟ مظبوط يا إيمان، مظبوط يا مريم يعصوم، مظبوط يا رميساء. طيب حرف تاني، ريل. حرف الريل. مظبوط يا اسماء، مظبوط يا ريماس، مظبوط يا جنى، مظبوط يا سما، مظبوط يا مريم، مظبوط يا أكرم، مظبوط يا بسملة، مظبوط يا سلمى، مظبوط يا نورهان، مظبوط يا محمد، مظبوط يا مريم، مظبوط يا مريم التانية. أنا محتاجة أفرق ما بين مريمات. وأنا بس ممكن أسأل سؤال؟ اسألي يا ركا. أيوة أنا طلعت من الزوم لأني كان النت قطع ولسه داخلة، فأنتوا أخدتوا حروف جديدة؟ أنتي طب قطع عند أنهي حرف؟ قطع عند حرف الميم. لا احنا ما خدناش حروف، احنا من ساعتها بس بنشوف ذاكرتكو او النطق بقى عامل معاكو ازاي. احنا بس بنلعب حاليا، ما خدناش حروف تانية. شكرا. العفو. تمام تمام. طيب عايزة حرف الجياق أو الكيف. مظبوط. إيمان ورتني في البتاع هو كده. قمر مظبوط، زوم يوزر مظبوط، فاطمة مظبوط، شمس مظبوط. بصي جودي مظبوط، بس انتي قلبة الحرف يعني ماسكاه بالعرض بدل بالطول. صح. ثواني. كيم مظبوط، منى مظبوط، حبيبة مظبوط، نرمين مظبوط كده، مظبوط يا ملك كده. ثواني من غير ما تقولوا كده والله يا جماعة أنا ماشية ببص. مظبوط يا كيم، أنا قلت لك مظبوط من شوية. هلا مظبوط، بسملة مظبوط، لونا مظبوط، منى مظبوط، زينب مظبوط، ريماس مظبوط، سما مظبوط، روكا مظبوط، محمد مظبوط، مريم احمد مظبوط، نورهان مظبوط، سلمى. انتي لسه ثابته عند الديات، الحرف اللي انتي بتوريهولي دلوقتي ده الديات. ممكن حرف الهو. ثواني طيب ابص عليه تاني. سوسن مظبوط، اماني مظبوط، صح، جانا مظبوط، زوم يوزر مظبوط. انت ظاهره لي باسم زوم يوزر فانا مش عارفه انت اسمك ايه، البنوته اللي هي على السكرين دلوقتي. ايوه انت اسمك ايه بقى؟ مريم. مريم ماشي. احنا عندنا كميه مريم انا مطلوب مني احفظها. ماشي احنا كده عندنا 3 مريم، مريم احمد ومريم عصام ومريم انت. مش عارفه في مريم مين تاني عدى قدامي. تمام طيب تعالوا بقى نعمل حاجة تانية. كله يقفل المايك. هنرجع تاني نرفع ايدينا، نزلوا ايديكم كلكم. انا هقول الحرف المرة دي بالانجلش وعايزة حد يرفع ايده يقول لي النطق او اسمه بالكوري ايه هو. ماشي؟ عشان هنعمل ده مرتين 3 وبعديها ناخد حرف من الحروف المتحركة. تمام؟ حرف النون او الان. جودي. نيان. نيان مظبوط. بيتكتب ازاي الحرف نفسه مش الاسم؟ ايوه دي تمام. مظبوط، بس انتي لفه الحرف بمعنى ايه. خلوني اجيب ورقه وقلم. علشان انتي كاتبة الحروف صح بس بتوريهاني غلط. ادوني ثانية واحدة. ثانيتين ثلاثة معاكي، انتي تاخدي وقتك. ايه ده في إيه؟ طب انا كده احرجت يا جماعة. تمام كده كله شايفني؟ اهو شايفين الحرف، وانا عارفة ان يعني الكشكول تو ماتش، بس اهو لو انتي بتكتبي على كشكول مسطر زي ده فالحرف هيبقى شكله كده. في منكو هو كاتب الحرف صح مظبوط بس كان موريهوني كده انا قلبك كده بس تمام، فهو كده ايه مظبوط. طيب تعالوا نشوف الحرف اللي بعد كده. الريل ده حرف ال قلتها بالكوري لا طب خلاص خليني اختار لكم حرف تاني تكونوا نسيتوه ان شاء الله. ام ميم ماشي. طريقة كتابته ثانية مع واحدة. ان احنا المفروض كنا نرفع ايدينا بس اوكي. ميم جماعة هو مش شرط بس اللي يكتب لي الحرف اللي انا بسأله، اللي عايز يكتبه ويوريهوني في الكاميرا جو اهيد. هو مظبوط يا فاطمة. هو هو انا الكاميرا عندي مش مظبوطه، بس هو يعني تقريبا شبه المربع كده تقريبا. يس ممكن تعملي ايه لو انت عندك اميره؟ حلو جدا انت كتبتي لي اسم الحرف، انا عايزه الحرف نفسه بس مظبوط طالما عملتيه. لو عندك كيبورد كوري على الموبايل او على اللابتوب ممكن تبعتي لي الحرف مكتوب فيه بسمله مظبوط، منا مظبوط، انا كتبت كده، نرمين مظبوط، حلو مش وحش مظبوط، لونا مظبوط، ميم ميم تمام. نقفل تاني كله، يقفل المايك، نخش على اللي بعد كده. انا بحب الحرف ده قوي يا جماعه عشان انتوا مستصعبينه بصراحه. الار او ال او اللام او الر. تمام منا تمام حبيبه. بليز محدش يجاوب من غير ما يبقى رافع ايديه وانا هختار. ناخد مين؟ ناخد ليندا. ريال ريال مظبوط، كاتبه مظبوط. منا عمرو. مظبوط منا عدلي. مظبوط أميرة. مظبوط يا فاطمة. مظبوط مريم عصام. طيب تعالوا بقى نروح للحاجة اللي انتوا كلكم عارفينها في الحروف أصلا، تمام؟ اللي هو الحروف المتحركة. هناخد حرف واحد بس. ليه؟ علشان نسهل عليكم نطق الحروف شوية، بس انتوا لما تيجوا تعملوا واجب هتعملوه بالاتنين. اللي هو حرف الآ، خليني أوريهولكم. شايفين السكرين كويس؟ ايوه تمام. ده حرف ال آ، حرف ال A والساوند بتاعه آ، اللي هو ألف أو A. آ آ آ ده بقى اللي انتوا بتحفظوا بيه الحروف على الفيديوهات، اللي هو يقولك كانا دارا ما با سا سا آ. ده اللي هو بيخليكم تطلعوا الساوند بتاع الحرف اصلا. ده اول حرف من حروف الفويل. اه 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 هو لسه قافل عندي، بس هو اللي يا مرة او خدت حاجه جديده كان قافل عندي من شويه. سوري ايه اللي حصل؟ هو قفل عندي احنا لسه، كنا كل ده بنلعب جيمز، احنا كنا كل ده بنلعب جيمز ويا دوبك دلوقتي هنبدأ في الفويل او اللي هي الموئم. تمام تمام. اول حرف فيهم الآ. تمام كله ينطقوا بليز. اه 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 كأننا بنقول لحد. مظبوط. بس هو طبعا في الكوري لو قلتي لحد ممكن يطلع يجري وراكي حرفيا. تمام. اللي هو ممكن نقول بيساوي الألف في الحروف العربية والإيه في الحروف الإنجليزي. طب حضرتك حواليها اللي قلنا هيطلع يجري ورانا، ده حريمة؟ مش شتيمة بس it's شتيمة. kind of rude. هي حاجة قللت الذوق سيكا إن حد يبقى بيكلمك كده. مش حرف موجودة عندهم قوي. في ناس ممكن تستخدمها كشتيمة عشان مش عايزة تشتم، فهم ليهم حاجات غريبة كده خاصة بيهم. بس طبيعي إن أنت لما بتيجي تقولي لحد أيوة أو بالكوري بتقولي ني ني ني، أو لو هم أنتوا صحاب مع بعض تمام. فأنا ما ينفعش أقول لحد بسمعها دي علشان هم عندهم الحرف ده ممكن كده وممكن كده، بس لما تيجي بتكتبيه هتلاقيه بيتكتب ني. يعني لما هيجي يكتب كده الكلمة كني هتلاقيها كده. فهم ولكن قنط دي أو ني الاتنين صح وهيتفهموا. تمام تمام طيب تمام. طيب خلينا نشوف كتابة الحرف ده ازاي. الأ هيبقى تبدأي بالعصاية الأول من فوق لتحت، بعديها هنخرج شرطة من النص تبقى طبعا مظبوطة مش زي الشرطة المعوقة اللي أنا عاملاها. آه 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 طيب لو فكرنا دلوقتي مع بعض، عايزة أسمعها منكم. إن أنا أضم الكيك على الأ هننطقهم ازاي؟ كا 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 تمام تمام ماشي. طيب هنيجي هنكتبها ازاي؟ هنكتبها كده وننزل بالشرطة كده ملفوفة الجنب. والله بجد انا اسفة على المنظر ده، هبقى يعني اكتبه لكم بشكل احسن من كده على الشات. وهنعمل كده كا 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 كا. طيب تعالوا اكتبه لكم برضو على الكيبورد علشان تشوفوها، الكيبورد الكوري العادية جدا بتاعتنا. كا كا مش ممكن. كا 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 لوحدها، بس هي مش احترامية بالمرة، معناها جو أو امشي. كا في ناس بتقولها كده، بس دي يا جماعة بجد بجد يا إما أنتوا تبقى صحاب يا إما أي حد ما تعرفوهوش أو أكبر منكم سنا ممكن يعلقكم من رجلنا حرفيا. أنا شخصيا اتعلق من رجلي لو قلت لحد كا، لو هو مش أصغر مني. طب هو يا فندم هيعرف ازاي ان انا مثلا متعلم جديد او مش جديد؟ يعني لو مثلا حضرتك مثلا بتتكلمي كوري وانا لسه اول مره قلت لك مثلا او جو، او انت هتفهمي ازاي انا مثلا اول مره؟ لا هو انا بقول معايا انا دو وات ايفري وانا دو معايا انا، اعملوا اللي انتوا عايزينه يا جماعه. انا بقول لكم لما تكبروا بالليفل شويه وتبداوا تاخدوا الكلام. ولا مثلا لو خدنا مثلا كلمات مثلا او عرفنا مثلا جملتين ثلاثه وقلنا مثلا نتكلم مع حد، فطلعت مثلا كلمه او جو، يعني هو هيعرف منين اي حاجه في الكوري عايزينها تبقى احتراميه زودوا عليها يو 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 يو. يعني احتراميه سيكا، او ان هو ما يبقاش هي رود، هتبقى كايو 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 كايو. اي كلمه هتقولوها زودوا عليها كلمه يو، بقت ما بقتش رود، ما بقتش قله ذوق او ان انا بكلم حد اصغر مني. يو كايو 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 ايوه تمام. طيب لو قال وحدها اصلا انتوا بتحفظوا الكلمات، سيبكم ان انا قلت لكم ان هي ليها معنى دلوقتي. قال وحدها لو احنا هننطقها دلوقتي كا دا ما با سا، الحروف بالشكل ده، فهي كا 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 كا. طيب تعالوا نشوف دا دا ده دا. شكرا من ربن دا دا دا. شكرا الحروف اللي احنا خدناها دي الحروف الساكنة، لو حطينا لها الحرف الساكن ده كلها تبقى زي ك، ولا ده متحرك؟ ده الحرف ده، ثواني، الحرف ده ده حرف متحرك ده مش ساكن، ده أول حرف من الحروف المتحركة، حرف متحرك نطقه آ آ. ما قصدي الحرف طيب آ لو حطيناه كل حاجة هتضاف عليه. أنا همشي معاكوا حرف همشي معاكي حرف بحرف دلوقتي، يعني ده أهو تا 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 دا. احنا كده بقى عندنا كا 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 دا دا دا. جاوبت على سؤالك كده؟ اه تمام تمام كده. كا دا دا يا جماعة باي ذا واي، لما ان شاء الله ربنا يكرمكم تتقنوا اللغة الكورية ممكن تلاقيهم بيقولوا تا هسا تا هسا، يعني أنا عملت كل حاجة، فده معناها كل حاجة لما بتيجوا تحطوها في الكلام الكوري، بس ده برضو حاجة مستوى أعلى. بس أنا حبيت يعني حبيت أديكوا كلمات وإحنا شغالين مع بعض في الحروف برضو. فكده كا دا نا نا، وإحنا اتفقنا إن نا معناها أنا نا مظبوط تمام. يبقى كا دا نا نا را را ما را ما 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 كا دا نا را ما كا دا نا را ما كدراما 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 نا راما في دراما. أنا عارفة إنها شبيهة بالدراما، بس هبقى أقول لكم كلمة دراما بتتكتب إزاي بعدين. تمام؟ طيب بصوا يا بنات، والله انا مقدره ان يعني انكم مجتهدين، بس انا عايزه اسمع الولاد شويه. انا عندي محمد واسلام واكرم، في مين كمان عايزاهم يفتحوا المايك كده هما اللي يتكلموا. بنات معلش ميوت، كلكم ميوتوا المايك، عشان يعني انا حاسه ان هما يعني حاسين بالكبت معاكوا قوي اقل بالظبط. ممكن تفتحوا الكاميرا، سوري مش تفتحوا الكاميرا، افتحوا المايك، اوريدي فاتحين الكاميرا، وقولوا اللي معانا كاداناراما كاداناراما كاداناراما. ايه ميرسي يا اكرم، انت هنا ولا قلت ولاد؟ قلت ولاد. طيب محمد، هو نطقي كان صح ولا شويه؟ يس كان صح. لا كان صح، ما تقلقش انا سامعاك، لو كان في حاجه غلط كنت قلت لك، ما تقلقش. محمد معاكي، ممكن تنطق لي دول؟ ك ض ما را. لا ثواني، ك ض، ركز، ك ض اول حرف ك ك مظبوط نا مظبوط نراما. حلو، عيد كمان مرة معلش. اوكي كا دا الحرف اللي بعده فضاء. آه... لا، حرف اللي في النص ده مش عارف. نا 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 اللي هو حرف النيون مع الأ. نا يبقى نارامة. تمام، مظبوط. طيب ناخد مين كمان دلوقتي؟ أميرة محسن. أدانا لما أورام تمام. وأنا أنطقها أم... لما لو جت كده أنطقها لا ولا را. بصي، في الغالب هتتنطق را في معظم الكلمات، بس هتلاقيكي نفسك رفعتيها، مش هتطلع الرا المفخمة بتاعتنا، يعني مش آه، مش راميون، هتلاقيها قلبت معاكي أرق راميون. شوية. مظبوط، زي رام، صح؟ رام كده أيوة خفيفة. أو طيب نرمين. افتحي المايك. كا أيوة كا تمام دا نا را ما أو تمام، لاما. ماشي. خلوكوا دلوقتي مثبتين حاجة. شروق، ما تتخضيش. هو أنا ممكن لما أجي أقرأ ما أفتحش الكاميرا لأن الكهرباء قطعت، فأنا يعني مش هقدر. تمام، مفيش مشكلة. شروق، لو أنا كنت شايفاه بقي بيتحرك بس الصوت ما وصلنيش، فممكن تعيدي مرة تانية؟ مش سامعة صوتك، قربي شوية. انتي لما قلتي حاجة كده تقريبا عليتي طبقة صوتك، سمعتك. تمام ماشي. كده سامعني؟ أيوة كده سامعاكي. كا دا نا را نا ما ما كا دا نا را ما. كا دا نعم. نا را. تمام. طيب مين كمان؟ زينب أو زينب، عشان في ناس بتتضايق لما بيتنطق الاسم غلط. أنا أيوة كا دا نا را ما. بيرفكت. أسماء، وليد، عشان عارفة تقريبا 2 أسماء. أنا أسماء وليد. أيوة مظبوط. كادانا راما. تمام. بيرفكت. طيب مظبوط، تسلمي يا جميل. تعالي ونشوف حد تاني. آه آه ليماس. أيوة أيوة. يلا احنا مع بعض. يلا افتحي المايك ويلا. ثواني معلش. خدي وقتك. كا دا يا رب. بالراحة بالراحة، احنا مع بعض اهو عشان اظبط لك الحاجة. حاضر، ثواني معلش، أنا والله كنت عمالة أقولهم كتير قوي. لا، اتس اوكي، خدي وقتك، ده طبيعي لان انتي اول مرة تقوليهم بصوت عالي قدام حد، فده طبيعي. كا دا نام يا رب. بالراحة. طيب ماشي اوكي، بس المرة الجاية على فكرة مش هسيبك غير لما تقوليهم، وهي مش رخامة، بس محتاجين نعرف النطق الصح، واتأكد انكم سامعينه. منا نجم. أنا يس كا دا نا را ما. مظبوط، ميرسي. ناخد مين كمان؟ في عندنا مريم كتير وناس كتير. طيب ناخد لمار. لمار، هتعرفي تفتحي المايك ولا؟ ماشي. روان محمد، اه روما، لا تاني معلش. ف د مهم. مم. ن ر مم. ما. مم. Perfect. Thank you so much. منا، بس منا الوحيدة اللي مش كاتبة اسم جنبيها عشان بس أنا عارفة إن في منا كتير. منا الوضاح، هغير ماشي، اسمي. لا لا مش اوكي مشكلة. اوكي. ها ذا مم. نا مم. را مم. ما. تمام. جنى، اوكي. اتكلمي تاني كده عشان أنا ما كنتش سامعاكي. ثانية. كاداناراما، تمام. شمس، يعني سامعاكي. كادا ناراما، تمام. مريم، ايوه انتي ليه بتعملي كده؟ أنا كاداناراما، ايوه تمام بيرفكت. آه حلا، كادا ناراما، اوكي you all. حلا معلش ممكن تعيدي لي مرة تانية عشان أنا I have an internet issue، كان عندي مشكلة في الإنترنت. مم؟ كاداناراما، مم؟ تمام تمام مظبوط. تقريبا ما اتمسحت. طيب مين كمان مين كمان؟ نهى أني مين سنسليم كاداناراما. برافو. طيب سنسليم، ده قبل ما تخلصي سنسليم هنا إيه، بس عايز الناس ما يمشوش عشان عايز يتكلم معاك. اكيد. بصي، هو انا بالنسبه لي كنت هخليهم يكملوا تدريب. انا حاسه ان انتوا لو اخدتوا يا جماعه حاجه اكتر من كده هتتوهوا. لو عايزين ناخد كمان حرف متحرك تمام، بس انا مقلقه انكم الدنيا اتلخبط معاكم، فانتوا ايه رايكم؟ سنسليم يعني انا من ينفع رايي ان كده هو خلاص. بلاش، يعني ينفع اقول أنا رأيي بلاش يعني بعد إذنك بلاش عشان الخمسة ملخبطة من دول. دول. لا، انا عن طيب نفسي موافقه. خلاص. سؤال، هو احنا طيب اخدنا الحروف الساكنه كلها؟ لا طبعا احنا قلنا ان هم حوالي 14 حرف ساكن. سنسليم لا. ده ينفع اقول قولي كاداناراما؟ كاداناراما، شطوره. سعيدة، يعني ايه؟ سامعاكي على فكره، بس قولي بصوت عالي يا ركا. كاداناراما، بيرفكت. ساره، كاداناراما. بيرفكت. طيب علشان بس انا لو اديت اكتر من كده صدقوني الناس اللي ما بتعرفش حاجه في اللغه خالص هيتوهوا، ده بس المره الجايه هنزود شويه، هنكون conversation او الاسئله اللي ملهاش اي، فالساعتين هيبقوا صرف للكلاس وبس. تمام. هيبقى ان انا هبعت الجيم، طبعا مش هتلعبوها كلها لان احنا لسه ما اخدناش الحروف كلها. برضو في الويب سايت التاني خلوني اوريكم تلعبوا فيه ازاي. هيلبس التاني ده الويب انا سايت عندي التاني، سؤال. كلكم شايفين ماي سكرين صح؟ سانسي انا أكيد. في مشكلة في النت عندك تقريبا. ثابتة على الصفحة بتاعت الحروف. I felt تكمانيو. ليه؟ هو فجأة بقى تقيل قوي. تكمانيو يربن. ليه؟ تكمانيو انا عندي سؤال، هو بعد يعني الشهر يربن. ده نعرف أيوة يا نقرا ونعمل جمل؟ بعد الشهر ده انا هعمل جمل ونقرا كده كل حاجة. ثواني ثواني عشان بجد مش سامعة حاجة من الميوزك اللي في ودني. انتوا مقررين يعني؟ ماشي. كنت بتقولي ايه يا أكرم؟ بعد الشهر ده انا هعمل جمل نقرا كده. جمل لأ، بس هتعرف تقرا. يعني الجمل ممكن تمام تبدأها على آخر محاضرة في الشهر ده، بس هيبقى معاك حصيلة كلمات إن شاء الله كويسة لو لحقنا، وهتعرف تنطق المكتوب قدامك. تمام بمعنى إيه؟ خلوني أوريكم. هنا إحنا دلوقتي مثلا أخدنا نع، فأنا عشان أكون جملة في الكوري دي، بس حاجة يا جماعة مستوى أعلى، بس as an advice for you، محتاجة معاها اللاحقة بتاعتها. الكوري عبارة عن لواحق مع الجملة، فهو عشان أقول أنا تبقى جرامر مظبوط محتاجة أكتب نانن. تمام؟ طيب بكتب نانن إزاي طالما أنا معايا الحروف؟ فبعملها كده، دي معناها أنا باللاحقة بتاعتها. فأنت لما تبقى عارف تنطق نا والدن هتعرف تنطق الجملة اللي مكتوبة قدامك. طيب تمام؟ هي تشونن. يس، نانن تشانن هي بتساوي نفس الكلمة. however نانن مستخدمة، هي مستخدمة أكتر في الكوري حتى لو بيتكلموا حد أكتر، يعني دي اللغة الدارجة. تشانن الجزء المحترم قوي منها، وفي الغالب ما بقاش مستخدم قوي كاستخدام ما بينهم وما بين بعض. يعني مثلا ما بين السونسن نيم والستودنت، ما بين الكلام ده كله لا، عادي ممكن نستخدم نانن بدل تشانن، بس الاتنين نفس المعنى والاتنين واحد. يعني تشانن تعتبر الأكاديميك شوية في الموضوع، بس الاتنين استخدامهم صح مش غلط. هم. نبص على الويب سايت. تسليم. الويب سايت ايه ده هيتبعت على الجروب بعد ما نخلص الكلاس. ده أكيد تمام. هو والويب سايت ده، لان هما actually المين تو سايتس اللي احنا هنستخدمهم في الدراسه اصلا، واللي هيبقى من عليهم الواجبات، الا لو انا حبيت ارخم عليكم واديكم واجب زياده ملوش علاقه بالويب سايت. يا ريت حضرتك تدينا واجب زيادة. انت في ايه؟ طب ادي للناس فرصه، طيب اكرهني من اولها. لا لا طيب لا، والله يا استاذ سليم، انا موافقه حضرتك تدينا واجب زياده، لان احنا محتاجين يعني حتى على الاقل الشهر ده نكون بنعرف نقرا الحروف. ده انا اكيد ان عايزه شاء الله اتعلم قبل بسرعه. الشهر كمان، اكيد ما تقلقيش خالص، بس انك طب ممكن تتعلمي اسال بسرعه سؤال؟ اكيد. هو انا على مثلا لو انا خدت توبك 3 ده هيعيشني ان انا اتكلم مع كوريين، يعني اتكلم معاهم بجد مم. ما احسش بوحده. اكيد بس الاستخدام اللغه هو اللي هيفرق معاكي، يعني هتلاقي حاجات كتير بيختصروها، ايوه بس توبيك ايوه 3 يس يخليكي تعرفي تتعاملي. تمام؟ طيب ده الميتافيرس يا تمام جماعة، الويب سايت عليه جيمز بيفتح معاكم كده الأول، فانتوا بالموبايل أو باللابتوب زي ما انتوا عايزين بتمشوا. طبعا احنا هنخش بيجنرز، مالناش دعوة بالانترميديت والناس دي. هتمشوا هنا هيدخلكم على طول على اللي بعد كده. اللي بعد كده دي زي رومز كلاسز، برضو مليانة جيمز، فيها النطق، فيها الكلمات، فيها حاجات كتير. فانا مثلا صنص النيم الاء ماشيه ببطء، فانا عايز انجز في الموضوع، عادي ممكن تفتحوا ده وتاخدوا منه المعلومات، لان انتوا هتلاقوا نفس الموضوع. تعالوا مثلا نشوف ده. لما هتروحوا عند شاشه من الشاشات الموجوده هتلاقوا ان هو بيقول لك press F2 trigger. يعني ايه؟ يعني دوس على حرف F عشان يدخلك على الجيمز. تمام؟ ده مثلا اول كلمة هي بادئة معانا، بس ده ليفل اعلى شوية، بس خلينا نجربه. ان هو دي الحروف انتوا هتسمعوها وهتختاروا الحروف الصح. خلينا نشوف كده. مثلا هنا انا كنت لسه داخله الجروب عشان كانت الكهرباء قطعه، مش عارفه. تمام، بصي احنا كنا بس بنتكلم على الويب سايتس والالعاب بتاعته اللي احنا هنعمل منها الواجب. خليني اشوف لكم حاجة اسهل شوية. معلش آه خلي الناس كلها ميوتد. حاضر. وبليز يا جماعة ممكن بس ثواني ما حدش يفتح الكاميرا، لان احنا خلاص الساعة جت 7 وفي another class، فعايزين نلحق نخلص عشان سونس نيم لسه عايز يتكلم معانا. اوكي نروح مثلا هنا. let's hope ان ده beginner خالص. yeah we can say ان هو beginner. مثلا اهو هيفتح معاكم زي الجيم التانية بس في الحروف العادية والمش عادية. تعالوا نسمع هي بتقول ايه. هتبقى بي مظبوط. ليه؟ عشان ده اخدناه، فانتوا هتلاقوا ده في المتحرك وهتلاقوا ده في الساكن. كلمات كتير جدا، سوري الحروف يعني كتير جدا، هتسمعوها كتير وهتتدربوا عليها كتير. اللي عايز حاسس ان انا ماشيه ببطء، ان شاء الله المره الجايه هنسرع شويه عن ده. he can use the sites والواجبات هتبقى منه. تمام حاليا سنيم اقدر ان انا اخد حاجات عباره عن ان انا اسجل نفسي وانا بلعب اللعبه. كمان يا ربن واحد بس يتكلم. بسملة ابدأي. I think أكرم اللي كان بيتكلم. تاني واحد give me a minute وبعديها اتكلم. ماشي؟ ايه يا بسملة؟ تمام. هو أنا أقدر إن أنا بعد الكلاس ده وبعد الحروف اللي احنا خدناها دي أقدر إن أنا آخد حروف تاني لوحدي؟ ولا لوحدك؟ لازم أمشي معاكم؟ بصي لا، هو يا جماعة اللي عايز يستخدم الويب سايتس في إن هو يسبق أوكي، بس علشان ما تسمعوش الحرف غلط. المشكلة كلها في سمعان الحرف غلط. ده بس اللي عايز يمشي مع الويب سايت مفيش مشكلة. انمي ده. ايوه يا اكرم. الواجب بعمله اللي انا بسجل الشاشة وانا بلعب اللعبة. يس اساس بتلعب اللعبة او بتنطق الحرف ذات نفسه. يعني انت ممكن تبقى بتلعب اللعبة هتسمع الحرف وتنطقه وتختاره. ممكن نلعبها بشكل ايه، ان انا هسمع الحرف واختاره وانا اقول اسم الحرف بنفسي. يعني هنا مثلا اهو احنا هنا سمعنا اللي هو الحرف ده، ودي طريقة كتابته، فاحنا ممكن نقول بعديها مثلا الحرف التاني في الحروف التانية كياك. فنتدرب على ده ونعرف الحروف وطريقة كتابتها. هيبقى انك بتسجل من على الويب سايت وانت بتلعب الواجب وبتنطقه، بحيث ان انا اعرف نطق كل واحد فيكم ايه، واللي عنده مستيك اصلحه له المرة الجاية. في حد عنده اي سؤال تاني؟ شكرا. أنيو في حد قال أنا؟ هو مش عارفة تبقى أدخل على الواجب ده إزاي، يعني مش فاهمة. هتخشي على الويب سايت زي ما أنا وريتكم دلوقتي، وهتعملي سكرين ريكوردينج للموبايل عندك لو أنت هتعمليه من على الموبايل، أو سكرين ريكوردينج لللابتوب لو أنت هتعمليه من على اللابتوب. أنا هبعت لكم إكزامبلز لنهى أني وهي بتعمل الواجب، عندي كل الحاجات بتاعتها. شويه كانت بتعمله من الموبايل وشويه من اللابتوب. انتوا تقدروا تفتحوا التو ويب سايتس من على الموبايل واللابتوب عادي جدا، وتعملوا سكرين ريكوردينج لصوتكم وصوت الموبايل. يعني هتبعتوا للجروب، اللينكين هيتبعتوا على الجروب، وهنبعت الواجب على الجروب، واللي عايز يجو ثرو ان هو ينطق الحروف اصلا كريكورد، بس كده ريكورد فويس ويبعته اتس اوكي. الواجب متاح لحد المره الجايه قبل بدايه الكلاس، يعني انتوا تقدروا تسبمتوا الواجب لحد يوم الجمعه الساعه 4:30، بس انا مش هلحق اشوفه. يعني 4:30 انا مش هلحق اشوفه. تمام؟ يعني الواجب نبعته لك خاص؟ بيان؟ مويا؟ الواجب نبعته لك خاص؟ ممكن تبعتيه خاص وممكن تبعتيه على الجروب اللي يريحك. انا تحت ورا يا الحروف كده. خدتوا كام؟ خدنا كام حرف؟ احنا كده اخدنا 5 ساكن وواحد متحرك. تمام. متحرك. تمام. now only we are done. supposedly we are done. لو عندكم أي أسئلة تانية يا جماعة you can send me on WhatsApp anytime. أنا ميرا. 안녕하세요. 선생님 해리. 안녕하세요, 여러분들. Hello. 안녕하세요. 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 How about today? How about today class? Fine. So good. So good. Really understanding. So good. Sometimes I'm so bad. I know. So good. No. No. Our teacher, thank you so much today. Your class is very nice. Okay. 감사합니다, 선생님. Okay. Okay. I love you, Arab people, okay? So, I love you, Korean people, so much. I love you too. I love Korean people so much, Sensei. I know. My English is so bad, but I'm trying the best. Also, you also try the best, okay? So we are happy, okay? Don't worry, okay? Okay. So, I more experience the you speaking Korean speaking very well, okay? And know how I'm talking about a little bit, okay? Okay. If you know Korean alphabet, you can speak Korean speak English. No, English. The Korean language is not speak is no problem. So more the easy, okay? You understand? Yeah. Yes. But okay. I know this is no. I understand. The English. No. Yeah. She said don't understand English. Arabo 번역 할 거예요, 선생님. I'm sorry, I don't speak Arab, okay? But I love you, Arab. سنسنين بيقول ان انتوا يعني لو درستوا الحروف الكورية وذاكرتوا كويس هتقدروا ان انتوا توصلوا لمستوى في الكلام زي الكوريين بالظبط. فهي هتاخد وقت شوية بس انتوا تواظبوا على المذاكرة. ان شاء الله. سنسنين, can I ask a question? Yes. Are Koreans speak English? English. Oh, thanks. 자, 여러분들, so if you know Korean alphabet next time, no problem. So more the easy, okay? So really, okay? You know, like it's you are very children. You don't know Arab language, okay? But right now you are Arab speaking very well, okay? Like them, okay? Do you understand? Okay. Okay. But only if important you need to learn Korean alphabet, okay? So okay. I'm teaching the 4 years ago start. Some students not hard. Some students very hard. Right now very hard. The students speaking Korean speaking very well, and she come to the in Korean and study university and working the job in Korea. Okay. You Arab people also, you can do it, okay? You understand? So it's my dream. Antum Aidan Tatium. So because Arab language, okay? What? I can't understand. This means we can do it, okay? You understand? Yeah. Yes. So don't worry, really don't worry, okay? I'm don't worry. Okay. So today you like the homework Noanim, please explain like you are making the homework. This one. Hold on. Hold on. Okay. I'm checking. Hold on. 자, 요거를 링크를 드릴게요. 요거 링크를 I give you send to link right now. Over. This one. This one. What is this? What is this Samsung? Our homework. هو Samsung بيبعت دلوقتي اللينك ده كله حاولوا تاخدوه عندكم وانا برضو Samsung قالك كده وكده اللينك على ممكن تاخدي اللينك اللي عندك ده اللي بعته لSamsung تخليه عندك عشان تبعتيه على الجروب بعد كده. This one like a homework, okay? Listen, okay? بصوا هو دلوقتي سامسونج بيوريكم طريقة الحل ازاي على اللينك ده على الجيم ده. Your first reading and the second your pronunciation try, okay? Peer. Okay. Peer. 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 Ian. 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 Cheer. 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 Like this, okay? Cheer. And this okay. One, this one also, okay? This one also, okay? I am understand. Yo. 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 Got it? Everybody mute the mic. Do you understand everyone? فهمتوا يا جماعة الطريقة عاملة ازاي؟ لو حد عنده سؤال برضو ممكن بعد الكلاس ممكن تسألوا فيها أساسا عليها وهي توضح. ماشي. اوكي. I'm sending to message of one YouTuber video. Hold on. Okay. Yo. Yo. The like this, your paper and the pencil, your poster, key, right? And me, okay. Do you understand? Okay. Yeah, you understand. I'm understand. Okay. Amen. سامسونج برضو هتبعت كل ده على الجروب. تمام سامسونج. تمام. Tamam. Thank you, Samson and Henry. Okay, you're welcome. You're welcome. I will help you. Okay, don't worry. Okay. Okay. Yeah. Oh, yes, we are dream also. I also dream. I want to go to Arab and you come to in Korea. We together dinner. Okay. Inshallah. Oh. Okay. Inshallah. Inshallah. I hope that. Okay, mashallah. Okay, so don't forget you making the homework and the video, making video and the pronunciation. Okay. استاذ بنقول يا جماعه ان انتوا تعملوا الواجب وان انتوا تسجلوا فويس ريكورد. اللي عايزه تسجل الفيديو ريكورد ليها وهي بتعمل واجب اوكي، اللي مش عايزه تبين وشها اوكي مفيش مشكله، المهم ان الصوت بس هو اللي يبقى متسجل وتبعتوه على الجروب. ولو حد عايز اي حاجه بخصوص الكلاس بتاع النهارده طبعا ترجعوا للصوص الملكي. اوكي ثانك يو شاتس نيم. امي ده سنيم هانري. I want more checking please. I know you like and you love the Korean drama, Korean K-pop. Do you know our Sudul? Our Sudul like the same Korea culture. Do you know everyone? Please, if teaching in Korean, you please turn on your camera. This is a rule and this is a manner. Okay, you understand? Okay. اوكي فاهمين يا جماعه؟ الاستاذ سليم بيطلب منكم ان انتوا لازم تفتحوا الكاميرا عشان ده بيبقى نوع من انواع الاحترام من التلميذ للمعلم. تمام. Because sure. Because sure. This is the manner. This is the manner, or you know, when you repeat again. When I see the your mouth. Understand? Understand. Yes. So if you problem pronunciation, I'm fixed the pronunciation. Okay? You understand? Yes. هو السنين بيقول احنا المفروض نفتح الكاميرا عشان يعرف يشوف حركة بقنا، حركة البق، علشان لو حد منكم اي نطق حاجة غلط يقدر هو يصحح. Okay. So don't forget, please. Next time, I want to my students the praise. Okay. Okay. Got it. المرة الجاية يا جماعة اللي بيقفل الكاميرا من المرة الجاية دي. So everyone, I hope you. You can do it. You speak in Korean, speak very well, and you come to the in Korean, and you make it like a boyfriend, girlfriend. Yeah. BTS, beautiful guy. Okay? You can do it. Can I find boyfriend like Jungkook in Korea? Yes, if you couldn't speak where you find the like BTS very handsome boyfriend, okay? I hope. الكلمة دي مش محتاجة ترجمة صح؟ Okay, thank you so much today, okay? Goodbye. Thank you.